وحشتيني، مش عارف اعيش من غيرك. انا ندمان على الغلطه اللي انا عملتها، يا ريت تسمعيني وتسامحيني. كان بيحكي ونفسه دلوقتي تكون سامعاه، وحرته وقت ما بيحكي خلاص واخداه، ما بين عايزاه وبين كرها. خاف يروح يسأل ويتكلم تكون رفضاه، ورغم الخوف هيتكلم عشان وحشاه. أخبرها أول رسالة بعدها كانت عاملة إيه بعدي؟ من بعدك أنت أنا عشت تاني حالتي حالة، وغلطت غلطة يا ريت تكوني قبلتي وسامحتي، وما كانش قصدي تحسي أبدا بالإهانة. فعلا بيوحشني ومش عارفة انسى اللي كان بينا، ودايما خايفة لما يطلب مني سامحه هكون قوية ولا هضعف. ياه حياتها بعد ما تفرقوا ناقصها حياة، وكل رسالة جمعتهم بتسمعها بيوحشها ولا بتنسى. ليه سؤال مش لاقي طول الوقت رد عليه، هتعمل ايه لو جالها تجري عليه ولا على قرارها؟ ردت وقالت قولي ايه قصرت فيه وانا معاك، دي الغلطة كانت حاجة اكبر من الاهانة. ازاي عايزني احس تاني بالامان وياك، وممكن اسامح في اي حاجة الا الخيانة. أسامح في